تخيل واحد مدمن هيروين وبيتاجر فيها وكان هيموت بسبب الإدمان أكتر من 9 مرات، والشرطة اعتقلته عشرات المرات ووزنه ينزل لأقل من 50 كيلو وهو عنده 30 سنة، حياته اللي جاية هتبقى عاملة ازاي؟ ولكن حابب أقول لك إن اللي حصل له بعد كده كان مفاجأة بمعنى الكلمة وصعب تتوقعه. خليل رافاتي اتولد لأب فلسطيني مسلم وأم بولندية يهودية، لكن طفولته ما كانتش سعيدة مع أبوه، ومع أول فرصة هرب على لوس أنجلوس علشان كان عايز يبقى نجم من نجوم هوليوود. وبدلا من ده نجح في مجال صيانة السيارات وأصبح بارع فيه وزع صيته لدرجة إن زباينه كانوا من نجوم السينما في هوليوود وأثرياء لوس أنجلوس. ولكنه وقع في فخ إدمان الهيروين، لأ وكمان بدأ يتاجر فيه، واعتقلته الشرطة في العديد من المرات لدرجة إن خليل نفسه بيقول مش فاكر عدد المرات اللي اعتقلوه فيها بسبب الإدمان والتجارة فيه. وبيقول كمان إن وزنه نزل لأقل من 50 كيلو وجسمه أصبح مليء بالتقرحات لدرجة إنه ما كانش بيقدر ينام من كتر الألم، وإنه حاول أكتر من مرة إنه يتعافى من الإدمان لكنه في الآخر كان بيفشل. وبيقول في كتابه اللي سماه I Forgot to Die إنه كان هيموت بسبب الإدمان حوالي 9 مرات. وبيقول في المرة 9 وبعد ما أنقذوا المسعفون وأنعشوا قلبه إن ده وقت التغيير وكده خلاص كفاية. في 2003 وهو عنده 33 سنة دخل خليل رفاتي مركز لعلاج الإدمان، وبعد كم شهر بدأ يتعافى تماما من الإدمان. وبعد نصيحة من واحد صاحبه فايدة الخضار والفاكهة في صحة الإنسان، ابتكر خليل رفاتي عصير جديد وبدأ يبيعه في مركز التأهيل اللي كان بيتعالج فيه. وفي 2011 افتتح أول فرع لشركة العصائر بتاعته واللي حققت نجاح كبير، واللي كانت بتجني أرباح سنوية 6 ملايين دولار من 6 محلات بيشتغلوا فيها حوالي 200 موظف. ودلوقتي بيمتلك خليل رفاتي واحدة من أشهر شركات العصائر والأغذية الطبيعية في أمريكا واللي اسمها سان لايف. ومش بس كده، ده فتح مركز لعلاج الإدمان علشان يساعد المدمنين إنهم يتعافوا. وبعد ما كان واحد من مشردين لوس أنجلوس دلوقتي أصبح واحد من مشاهير لوس أنجلوس، وعايش حياة زي حياة المشاهير اللي كان بيحلم في شبابه أنه يبقى واحد منهم. الشاهد أن مهما حصل لك ما تيأسش. شوف واحد كان فين وهو سنه 33 سنة، يعني كده إحنا بالبلدي بنقول خلاص انتهى، لكن شوف هو عمل إيه وأصبح فين.